تقول لك راه كاين ريسكين كيشوفوا امثله تقول لك خونا جا دخل ريسكين مشى كيضرب لنا ليكسبليكاسيون بدا كيضرب 500 درهم في النار 1000 درهم في النار كذا 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 كيجي وكيشوف داك البيزنس موديل تيقول اه هادشي زوين كيدخل كيرمي لابليكاسيون الاولى كيتسدلو الكونت كيرمي كيلقى مشاكل في لي كود كيلقى لي زيرور تلقى كذا كذا تقول لك انا تقهرت كيخرج في حالات عند بالو بلي راه الاخر ما تقهرش عند بالو بلي راه سهله لا كلشي فيه مشاكل خصكم تعول على هادشي لحقاش بزاف بزاف عند بالهم بلي راه كيشوف البيزنس موديل على برا وتيجي كيجي تقول لي صافي 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 غنديروا الفلوس حنا كحالهم. السلام عليكم شباب، بغيت ندير الفيديو باش نوضح لكم واحد جواب على واحد السؤال بالاحرى، لان بزاف الناس كانوا تسولوني على شنو هو اكبر غلط دزت فيه في المشوار ديالي في العمل في الانترنت. خويا بغيت نقول لكم واحد فعلا بغيت نهضر على هذه شحال، وانا كل مره كنبغي نجبد هذه النقطه هذه ما كتجيبش الطفول، لكن دابا مؤخرا كلشي بزاف تسولوني عليها. اخويا اكبر غلط درته هو باش كنت يلا بغيت نبدا بحال ديك بحال بزاف الناس دابا اللي كنشوفها فيهم القضيه هذه، باش يلا بغيت نبدا كنقول هذا المجال ديال الانترنت ساهل، كلشي كيديروا الناس كيدخلوا فلوس، سيمون لايف كيدخل فلوس، فلان كيدخل فلوس، انا كيدخل فلوس، الناس ولا الانترناسيونال كيدخل فلوس بار انترنت سو وما عند ما قاريينش كنقول الوغ راه هذا المجال خصو غير راس مال راس مال وندخل غادي صافي ونهيس عليهم تاعنا نولي نستعنوا لي مليونير. سو شنو كنت درت انايا باش نعرف لكم القصه ديالي بعجاله، كنت نقرا في الاي اس تي شويه، كنت عندي واحد الدار كنت شاريها بفلوس اكسيد وكنت دايرها، بعتها ب 9 مليون، خرجت من صافي حمرت انا باش كان ديك الساعه يلاه بدا سيمون لايف كيدير الكور ديال ديال سي بي اي، قلت صافي السيت كيدير كور سي بي اي غادي يورينا كيفاش داكشي كيفاش كيدير خطوه بخطوه كيفاش كيدخل فلوس من سي بي اي. صافي ملي بعت ديك الدار خرجت زيت حوايجي، كنت ساكن في الانترنا في لو اس تي فاس، زيت حوايجاتي مشيت للدار شريت بي سي دخلت الكونيكسيون صافي ريحت في الطبلة استنخت. اي واحد تيسوني تيقول لي واش تاكد من راسك عندك راه عندك شي كليك فلوس، نقول له لا صافي راه 9 مليون راه كافيه راه خصني غير انفيستي ونتيستي الكومبين. تيقول لنا سيمون لايف خصكم تيستي وتيستي، قلت راه انتيستي كل نهار كومبين راه صافي راني ناجح، راه عندي 9 مليون راه نقدر نتيستي كل نهار كومبين لواحد المده طويله تنطيح في الكومبين اللي خدام مزيان وصافي. هذاك الشيء اللي بقيت هذاك الشيء اللي كنت ندير انتهى بيا المطاف، انا اللي خسرت ديك الفلوس كامله، ما دخلت درهم، تسلفت على سنين 3 مليون، بغيت نسلف كل اشهر فوق نتسلف تقريبا المجموع ديال شي تسلفت شي 3 مليون اخرى، يعني في التوتال اللي كان هو 12 مليون اللي مشات ليا وما درت حتى شي حاجه. سو المشكل مع عمرك تبقى تقول راه في هذا المجال الانترنت راه ماشي ساهل، راه بغيت نقول لكم هذا راه تخصص، ماشي تقول راه خصك بيجي شي واخا 50 مليون الا كنتي سطل راه ما دير حتى شي حاجه. عندك 50 مليون لما كنتيش قاري على المجال وعندك واحد الباكاج مزيان راه ما دير حتى شي حاجه شي وما كافيش ان جوج حوايج، انه ماشي تقول انا بيجي خصني بيجي خلي شفت انا كنقول انا خصني بيجي ويجي واحد اخر يوري خطوه في خطوه كيفاش كيدخل فلوس عنده ثاني فلوس. هادو جوج فكرات خيدهم بالك، اي واحد يعلمك شي حاجه وبيدي انا ندير دابا قريبا ندير الدوره ديال على شوبيفاي على دروب شيبين راه ملي غادي ندير لك الدوره انا من ا تل زد ولكن راه الا شديتيها زعما وطبقتي داكشي اللي كاين فيها خطوه بخطوه راه ما غاديش دير الفلوس، راه خصك انت تطور راسك فهمتي، راك ما بقاش غير على تكنيكمو اش كدير، بقات على مايند سيت، كلشي على مايند سيت، الا ما كانش عندك مايند سيت مزيانه راه ما غادي دير حتى شي حاجه. وراس مال ما كاينينش ان عندك راس مال كبير انك صافي راه انت هو السباع وانت كتصافي غادي تربح شي من شي، راه كاين العكس ممكن شكون عندك باجاج بزاف وعندك مثلا غير 500 درهم تقدر تنجح، تقدر تنجح في الويب بحال مثلا ملي خسرت ديك 12 مليون في الاخر ريحت مع راسي مشيت واحد القهوه وريحت بقات عندي اخر 20 درهم في جيبي، مشات 12 مليون بقات عندي اخر 20 درهم في جيبي، مشيت ريحت بها في واحد القهوه طومونتي قهوه كحله وريحت وعندي واحد مذكره فحال هادي، شديت ورقه وستيلو كنريح مع راسي كنقول شنو الاغلاط اللي درت شنو الاغلاط كامل حتى كاع الاغلاط اللي عرفت راسي درتهم، حللت ديك 12 مليون فهمتي، حللت هكا فين مشات شنو 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 الاخطاء اللي درت وحاولت يعني حطيتهم دي بوان باش ما نوليش نعاودهم قدام وشنو استفدت، كنت نحاول نستافد من ديك الخساره لان
كتسمى اصلا كتسمىش خساره كتسمى بحال انفستيسمون، اي حاجه خسرتيها راك تشوف في الجهه المزيانه ديالها. صافي استفدت من داكشي اللي حاولت نستافد من داكشي اللي داز كامل ديك 12 مليون اللي مشات. استفدت بزاف الحوايج، انا استفدت اكتشفت بزاف الاغلاط كنديرهم، اكتشفت راسي، تعلمت بزاف الحوايج، عرفت بزاف الحوايج ما خداميش. صافي راه وليت بديت بشي 500 درهم وطلعت. صافي من ديك 500 درهم كانت البدايه ديالي، 500 درهم جابت لي 1000 درهم، 1000 درهم جابت لي 5000 درهم، 5000 درهم جابت لي 10000 درهم. صافي السلام عليكم خوت، بغيت نشرح معكم واحد النقطه اخرى تتم الفيديو اللي فات اللي تعلمتها في ديك الخساره ديال 12000 دولار. وفي الاول كتيستينغ في المجالات، بزاف المجالات ما جاش، لانك تبديت خدمت بها بزاف المجالات، مجالي مجال واحد الفلوس ما مشاتش غير مجال واحد، مشات في سي بي اي مور سي بي اي، مشات في كليك بانك مور كليك بانك، درت جي فيزو، يعني بزاف مختلف بزاف مختلف المجالات. وعاد ابخي دزت لتي سبرينغ ملي خسرت الفلوس كامله، وفي تي سبرينغ نيت ما فين وليت بديت بيجي قليل اللي هو كان شي 500 درهم هكاك. وعاد طلعت سو النقطه اللي كانت سبب فنان ما نجحش في ديك المجالات، وانا متاكد ان بزاف الناس دابا ما قدروش توقفوا في المجالات ديالهم بسببها، هي انه كنت كنقز من مجال ما كنتش انا نقولوا ما كنتش اصلا بورسو، يعني مركز مزيان ومامن براسي ومامن بالمجال، يعني بحال اللي كنت نشد المجال وغير كنجرب، كنقول اجي نجرب هذا المجال واش يعطي، وكنقول ربما يعطينيش نمشي نشوف مجال اخر، ربما ما يعطينيش نشوف مجال اخر. المهم انه كان يعني شهادات، وكنشوف الناس واصلين في كل جميع المجالات، كاين اللي الناس واصلين في سي بي اي، كاين الناس واصلين في كليك بان، كاين الناس اللي كنشوف بيننا. مع ذلك كنبقى عندي ديك الفكره ديال اجي نجرب هذه، يعني هذيك كلمه نجرب يعني تراي اللي خرجت عليا، كنت انا كنجرب. وينفع عقلك تيشوف انك انت دخلتي شي مجال ولا درتي شي حاجه وغير كتجرب، عقلك ما كيكونش معاك 100%، ما كيكونش ديك الباور كامله ديالك انها خدامه، تكون ما كيكونش امن بداك الايمان بداك المجال، يعني كيكونش قوي، ما تكونش كومبليت تماما. سو الا بغيتي تنجح في شي مجال كما تيقول يودا، راه خصك دو اور دو نوت ذير از نوت راي، كما قالت يودا في الفيلم ديال ستار وارز، قولك دو اور دو نوت ذير از نوت راي، يعني يا اما غادي تدخل داك المجال وغادي يعني دير داك المجال قوانين وتا الاخر تنجح، يا اما بلا 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 تضيع وقتك لك تجرب، ذير از نوت راي يعني ما تجربش. لكن انت داخل غير تجرب شي مجال بلا ما تضيع وقتك، راه كون اكيد انه غادي تفشل في السيمانه الاولى ولا الشهر الاول ولا الشهرين الاولى غادي تفشل. سو الا بغيتي تنجح في المجال خصك تكون امن براسك، وعندك جوج ديال لي بلون ا وبلون بي. بلون ا هو انك تنجح، بلون بي هو انك ترجع بلون ا، يعني هاك تنجح، يعني يا اما تنجح وحيد من القاموس اللغوي ديالك اجي نجربو. مثلا انا ندير الكور ديال سي بي اي، بزاف اللي يقول لك واجي ندير الكور ديال شوبيفاي، بزاف يقول لك واجي نجربو، اجي نجربو هاد شوبيفاي والدي كوميرس وشوفو واش عارف. يعني بديك الطريقه نقول لك اجي نجربو، يعني راه ما جايش 100% انه غادي يخدم، مازال ما مامنش، تقول غادي غير نجرب ونشوف واش يخدم. داك تي غير تجرب، راه شوف داك تي متاكد، داك تي كدور راسك انه غير تجي تجرب دير هكا، جي نجربو ندير شي 4-5 برودويات وغادي يخدم، راه كلشي غادي يولي لاباس ليك، كلشي غادي يخدم في المنزل، لانه كلشي غادي يجرب. ولكن اللي غادي ينجح ماشي هو داك اللي جا غير يجرب، لا، داك اللي جا غادي يبدا وغادي يساليه، ما غاديش يساليه، غادي يبدا وغادي يبقى تا الاخر، تينجح وغادي يكمل ويكمل ويكمل. لانه الفرق بيني انا وبين الناس اللي بداو قبل مني وبداو معايا ما وصلوش، هو انني انا كملت، ما فشلتش في الفشل الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، انا بقيت الاخر، فهمتي، ما استسلمش، لانه ولا كنتي جاي غير تجرب راه غادي تفشل. سو دو اور دو نوت ذير از نوت راي، وان شاء الله مازال ننزل لكم فيديوهات اخرين، ولا كانت شي نقطه بغيتو نهضروا عليها قولوا لي في الكومونتير، ومرحبا على الراس العين، ودوزو بخير. غادي يبداو الشوبيفاي ولا الريسكين؟ اللي بغا يبدا خويا على حسب، هو من الافضل الانسان يبدا مثلا بالريسكين، لما كانش عندك في راس المال وكنتي محتاج راس المال خصك تبدا بالريسكين، فهمتي، تبدا بالريسكين. وماشي ضروري زعما الريسكين، كاين ريسكين ما بغيتيش تبدا بالريسكين، كاين اي باي ما كيحتاجش منك راس المال. سو
الريسكين ولا اي باي بجوج بيهم مزيانين وبجوج بيهم تقدر توصل فيهم بجوج بيهم ما ساهلينش فهمتي حتى شو بي فاي ما ساهلش حتى شي حاجه ما ساهله دابا المشكل شنو كيوقع كنعرف الناس نعرف الناس المقربين ليا كيمشي عند بالو صافي راه كنقولوا باللي راه كاين ريسكين كاين هاد الزغبات ندير اللي تبرزيطه صاحبي شو تقول لك راه كاين ريسكين كيشوفوا امثله تقول لك خونا جا دخل الريسكين مشى كيضرب درهم ديسبليكاسيون بدا كيضرب 500 درهم في النار 1000 درهم في النار كذا 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 كيجي هو كيشوف داك البيزنس موديل كيقول هادشي زوين كيدخل كيرمي لابليكاسيون الاولى كيتسدلو الكونت كيرمي كيلقى مشاكل في لي كود كيلقى لي زيرور كيلقى كذا كذا تقول لك انا تقهرت كيخرج في حالات عند بالو باللي راه الاخر ما تقهرش عند بالو باللي راه البجر سهله لا كلشي فيه مشاكل خصكم تكونوا على هادشي لقاش بزاف بزاف عند بالهم باللي راه كيشوف البيزنس موديل على برا وتيجي كيجدد تقول ايه صافي 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 غنديروا الفلوس هناك بحالهم كاينش حاجه سهله كلشي فيه المشاكل باش السبع واللي كيوصل هو داك اللي كيتغلب على المشاكل صورة خصك ذكرت هذه النقطه لان كنعرف بزاف الناس مؤخرا صافي لقاش ملي كنشرو حنا ولا كنشرو شي واحد تنشرو البيزنس موديل وكيبان زوين كيبان داكشي مثلا كيوريك تقول لك راه كتمشي كتقلب على نيتش مثلا كدير لي زابليكاسيون ولا كتمشي كتقلب على برودوي كتحطو داك في السوق كدير الاس كتيستي الاول ثاني ثالث تلقى اللي كيخدم لك كيبان لك داكشي زوين كيبان لك داكشي ما فيهش مشاكل ولكن كتدخل كتعقد كتدخل كتعقد كيبان لك داكشي صعيب بزاف كيبان لك داكشي فهمتي داكشي مريض كتنسحب قبل ما تدخل راه خصك تكون موجد انه يكون مشاكل السدان لا في ايباي لا في الريسكين لا في شوبيفاي السدان ديما هذا في شوبيفاي براسو دروب شيبين عامه السدان ديما انا مثلا غير البارح راه سدوا لي باي بال عادي جدا فهمتي كيسدوا لك الصباح كتنوض الصباح كطل لي زيم لي ما يمصيفط لك لا وراه ليميتين على الكول صافي كدوز نهارك عادي ناش ضحك لانه صافي داكشي شي حاجه عاديه صافي كتزيد تشوف كتزيد كتركز على لي سوليسيون وخصك تقاتل يعني في كبدايه خصك تاخذ هاد النصيحه وديرها في بعين الاعتبار هو انه راه خصك تكون تكون عارف بلي راه اي حاجه بعدا غادي تدخل ليها راه المشاكل ديال بصح الا لقيتي الكوبرايتينغ شنو ما فهمتش اخويا واش لقيتي الكوبرايتينغ شنو بغيتي نلقى في الكوبرايتينغ زعما الاد كوبي ولا سميتو بالنسبه عندي في اي هو كيخدم ليا كاين في اي اللي كيدير كومبين لانشينغ كتكري لي كومبين يا عندها دي زيكزامبل ديال الاد كوبي سميتي كتستعملهم كتخدم بهم وعندي بالنسبه للبروداكت عندي اللي كيدخل البروداكت في ستور والسي اللي كيدخل البروداكت في ستور واللي كيمشي كيشوف ستورز الاخرين كيشوف امازون كيشوف هذا وكيحاول كيخرج منهم شي اي كياخذ شويه من هنا شويه من هنا وكيخرج منهم شي ديسكريبشن زوينه وكيدخل صافي هادشي اللي ما كاينش شي سيكريت في الكوبرايتينغ وبلا انا دابا في واحد البيزنس ما رابح ما خاسر عندك شي نصيحه كيفاش ندير عندك بيزنس بحال كتسمى عندك بيزنس ما انت رابح ما انت خاسر راه ما كاينش واحد اللي يقدر يعاونك الا ما كانش عارف السيتياسيون ما كانش عارف البيزنس ماشي ضروري زعما يكون هذا اللي يقدر يعاونك زعما حتى لو بغيتي زعما شي واحد يعاونك اللي يقدر يعاونك زعما ماشي ضروري زعما يكون وسط البيزنس يكون زعما عنده نفس البيزنس زعما ولا فايت دار ديك البيزنس تكون خصو يعرف كون دوز شي بيزنس اخر تكون دوز مشاكل بحال اللي كنت تهضر عليهم سي مومنتر خصو يشوف البيزنس ديالك ويشوف شنو كدير وشوف هذا يقدر يعطيك شي نصيحه عموما انت مع راسك خصك تشوف البيزنس ديالك تشوف شنو الخدمه وتشوف تشوف شنو اللي خاص يتطور فعلا باش تقدر باش تزيد المدخول ديالك باش تقدر تكون انت رابح اي بيزنس ممكن يسكيلا كيما كان خاصك تجيب افكار جداد تجيب شي دي سوليسيون جداد شوف لي طاج اللي كديرهم ممكن يجيبوا مردوديه اكثر شنو هما لي طاج اللي كديروا في داك البيزنس ولا الاكسبنسز اللي كتخلص داك البيزنس وفهمتي ما عندهمش شي مردوديه يتحيدوا وتركز غير على داكشي اللي كيجيب فلوس وتحاول تسكيلي خصك تلقى شي طريقه تسكيلي شي فكره جديده باش تكبر المشروع اكثر وتربح اكثر ما رابح ما خاسر هذه قضيه زوينه لانه انت المهم انت ما خاسرش يعني كاين فهمتي بريك ايفن راك انت في سيف اريا صور خصك انت مع راسك تفكر خصك تشوف شي طريقه شي حاجه جديده باش انك تزيد تطور البيزنس ديالك.